زرت سوق البزورية أحد أسواق مدينة دمشق القديمة لوجدتها تصطف على شكل كتل داخل المحلات وعلى جانبي الطريق، تخطف الأنظار بأنواعها وألوانها المختلفة. إنها المسرات أو القلوبات كما يحب أن يسميها أصحاب المحلات هناك. قلب الجوز، قلب الفستق الحلبي، بيقول له قلب، ومشيت القلوبات، يعني يلي بده ياخذ كيلو بياخذه، ايه حاجته بياخذها. الاسعار طبعا هي ما عادت في اسعار رخيصه هلا. تضفي المكسرات على الموائد السوريه طعم شهي وسحر خاص، حالها كاغلب المنتوجات الغذائيه للشارع السوري اقبال كثيف عليها في مواسم خاصه. الجوز هذا مبيعه اكثر شيء وقت موسم المقدوس، والعالم بتساوي مقدوس. الفستق الحلبي بالأعياد، عيد الأضحى، عيد الفطر، بتلاقي كلياته بينزل بيتسوق من هذا الفستق. وبقية الأشكال بقى بتعرفي، منازي فوق كاجو فوق سنوبر، هالشغلات هي. وكل شيء الحمد لله متوفر، وإقبال العالم يعني ما رح لك أنه أدنى من الوسط، وسط وما فوق صار. تكمن أهمية المكسرات ليست كأغذية فقط، بل كعناصر شفائية لما تحتويه من معادن وألياف والعديد من أنواع الدهون المحببة للجسم. اللوز والجوز منيح، فائدته للذاكرة، وهذا أكيد يعني مو غلط، مزبوطة يعني يلي مجرب منه بالفعل. ما في مطعم إلا بياخذ منه، يعني المطعم وقتها بتروحي بتعدي حي الله مطعم مثل مطاعم راقي، بتلاقي فوق الوجبة مثلا حاطط لك اللحمة، حاطط لك فوق منها فستو، لوز، سنوبا، فستو العبيد حتى الناعمة الصغيرة. هذا ما أنه لساته أرخص شيء، العالم حالة المتوسطة بتلاقي بتاخده بتقلي فوق منه فوق الأكل بيمشي الحال، واللي حالته أكثر بتلاقي بياخد سنوبر، بياخد لوز، بياخد كاجو. كبار أم صغار كانوا، لكل واحد منه صنفه المفضل، ولتبقى المكسرات سيدة الموائد السورية بامتياز وجليسة سهرات السوريين.